بغروب الشمس هذا اليوم دخلت العشر الأواخر من رمضان فهذه هي أولى ليالي العشر وهي ليلة إحدى وعشرين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأولى من رمضان بصلاة ونوم إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وقام الليل كله يذكر الله عز وجل كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر انقطع عن الدنيا وانقطع عن الناس وتفرغ العبادة فعلينا إخواني أن نغتنم الفرصة في هذا الشهر الأمر عظيم وجليل فلنر الله عز وجل منا ما يحب في هذه الأيام المباركات القادمة لننوي النية الصادقة والعزمة الاكيدة على ان نصدق مع ربنا في ذلك وأن نحقق ما يرضيه فإن أكرمنا ببلوغها كانت هذه النية الصادقة عونا لنا وإن قدر الله أمرا غير آخر نفع الإنسان نيته إذا ما وقف بين يدي ربه عز وجل فيجتهد في هذه العشر لعله ان يصادف هذه الليله التي هي خير من الف شهر ومعنى انها خير من الف شهر اي ان عمل الانسان في هذه الليله وهي ساعات معدوده تسع ساعات ونصف او عشر ساعات او اكثر او اقل هي خير من عملك في ثلاث وثمانين سنه واربعه اشهر، ليس فيها ليله قدر. وهذا كسب عظيم ومنحه ومنه من الله تعالى. من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا التاكيد النبوي وهذا التقييد الشرعي لمعنى الايمان والاحتساب من اجل الفوز بهذا الموعود الكبير غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى ايمانا انك تصدق بوعد الله تعالى وما ذكره فيها من الخيرات وان تحتسب ما تناله من طول القيام وحبسك لنفسك في الوقوف بين يدي الله ان تحتسب ذلك أن يكون أجره عند الله لا يصاحب ذلك رياء ولا سمعة السعيد من وفق للعمل الصالح في لحظاتها وأوقاتها ودقائقها ولنجتهد في جميع ليالي العشر رجاء موافقة هذه الليلة العظيمة أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر نسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع هذا البلاء وهذا الوباء عنا وعن المسلمين وان يوفق ولاه امورنا لكل خير نساله سبحانه وتعالى ونقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين